سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة. برحب بيكم وبمشاهدينا على المباشر في صفحتنا على الفيسبوك ويوتيوب قناة الحياة. مرحبا بكم جميعا، أنتم الآن تشاهدون مباشرة على الفيسبوك واليوتيوب وعلى شاشة التلفزيون أيضا. في بداية حلقتنا النهاردة حابة أشارك معاكم قصة مهمة، عايزاكم تركزوا معايا في القصة دي وتسمعوها كده بتفاهم. كان في ست ميسورة الحال عايشة في بلد صغيرة في مزرعتها الخاصة مع ابنها الوحيد وزوجته. الابن ومراته كانوا منتظرين مولودهم الأول وكانوا فرحانين جدا ببداية العيلة الصغيرة دي. ولما جه ميعاد ولادة الطفل، الأم الجدة يعني والزوجة والابن راحوا علشان خاطر تروح الزوجة تولد في مستشفى خاص. بعد ولادة الطفل حصل حادث مؤسف جدا للعائلة الصغيرة دي، مات فيه الابن وعيلته كلها، مراته والبيبي. وفضلت الجدة دي في حالة من الصدمة والحزن الشديد والغضب، وسؤال الله ليه اللي حصل ده، كانت مليانة بالغضب والحزن. وفضلت في البلد اللي سافروا لها دي شوية، وكانت كل يوم بتخرج تتمشى وهي يعني تايهة بتسأل ليه حصل كده لابني. فكانت في جنينة جنبها كده بيلعبوا فيها أطفال وعائلات وكده، فكانت بتتمشى في الجنينة دي وتتفرج على العائلات والأطفال وهم بيلعبوا، فكانت تحزن أكتر وتغضب أكتر على فقدان ابنها وحفيدها ومرات ابنها، العيلة الوحيدة اللي كانت هي عايزة تبنيها. وفي يوم شافت أم مع أبنائها بتلعب مع ولادها في الجنينة ومعاها طفل حديث الولادة في عمر حفيدها اللي فقدته من فترة بسيطة. وهي بتتفرج عليهم، الأم سابت الطفل الصغير في العربية بتاعته للحظات وتدورت علشان تساعد حد من الأطفال الصغيرين اللي بعد شوية كده عنها. وبدون شعور الجدة مدت إيدها شالت الولد واختفت بيه وخدت الطفل، وفي نفس اليوم ده رجعت بيه لمزرعتها. رجعت للمزرعة مع الطفل المخطوف وقالت انه ده هيكون حفيدي، وقالت للكل ان ده حفيدها اللي سميته سعيد على اسم حفيدها الحقيقي وادته اسم ابنها. ولما رجعت بسعيد قالت لهم ده ابني حفيدي، ابني بس ومراته هم اللي ماتوا، لكن حفيدي نجي من الحادث. بدأت الجدة تعيش حياتها مع سعيد، تحكي له عن أبوه وأمه المزورين طبعا، سعيد الطفل المخطوف، ويزورهم قرايب الأم والأب، ويقعدوا يحكوا لسعيد على حكايات عن أعمامه وأخواله وأجداده، ويتعجبوا كده يعني هو برضو مش شبه أبوه قوي يعني، لكن أو مش شبه حد من العيلة قوي يعني، لكن برضو يجاملوه كده ويقولوا له أنت طالع لأبوك خالص وحاجات زي كده. والجدة كانت تقضي ساعات تفضل تتفرج على صور مع سعيد للعيلة وفيديوهات قديمة لأبوه وأمه، وتحكي له حكايات وهمية خيالية عن رحلاتهم وعن أحلامهم ليه وعلشانه. وكبر سعيد، كبر وهو متشرب ومتشبع بكل الأفكار دي، وبقى مهندس زي ما أبوه كان عايزه يكون، عشان جدته قالت له ده كان حلم أبوه لي. وتعلم يعزف البيانو لأن جدته قالت له أن أمه كانت عازفة ماهرة وأنها كانت بتحلم أنها تعلمه بنفسها. اتعلم الفروسية وبقى من أشهر الفرسان في بلده، لأن جده الكبير لأمه كان فارس، وفارس معروف ومشهور. اتشكلت حياة سعيد بكل روايات هذه العائلة الوهمية، ميوله، دوافعه، تصرفاته اتزرعت ونمت فيه من خلال قصة وهمية في حياة طفل مخطوف. لكن الحقيقة ان سعيد كان هو مصدقها، سعيد المخطوف أصبح جزء من هذا الوهم.
يا ترى لو سعيد عرف الحقيقة هيحصل له إيه؟ أنا دايما لما بحكي لكم حكاية كده بقول لكم حط أنت بقى النهاية بتاعتك من عندك، فكر في الأمر وأنت فكر كده إيه اللي ممكن يحصل في حياة سعيد لو اكتشف أنه مخطوف وأنه مش من العيلة دي وأنه كل الحكايات اللي اتحكت له دي وهمية وما حصلتش وملهاش أساس أصلا، بعض أسامي هنا ولا هنا. في خيالي أنا بقى أنه أولا لو سعيد عرف أنه مخطوف هيصدم، بس يمكن يكذب اللي هيقوله ده، مش هيصدقه في الأول، لكن كمان يمكن يدور على أهله الحقيقيين فيلاقي صورة مختلفة تماما عن نفسه ويعرف حقيقته وحقيقة عيلته، ويمكن يلاقي أن عيلته دي، أو بالتأكيد هيلاقي أن عيلته دي ما نسيتوش ولا يوم، وبتدور عليه وبتبحث عنه وبتصلي من أجله كل يوم. لكن المؤكد بقى في فكرك وفي فكري أن سعيد هيفضل يصارع مع نتائج هذه الكذبة الكبيرة في حياته مدى عمره لحد ما يحصل له شفاء داخلي. قصة سعيد دي هي قصتي وقصتك مع الإسلام وإله الإسلام. إله الإسلام في القصة تمثله الجدة الخاطفة المزورة المزورة، وده عمل الشيطان في حياتنا. أما الإسلام والموروث فهو كل ما تعلم سعيد في هذا المكان. الصراع اللي بنعيشه النهاردة مع الموروث الإسلامي وأثاره في حياتنا وكل ما تسلمناه من قصص من تأليف ذهن الجدة المزيفة الخاطفة، هو ده التراث الإسلامي. قصص منثورة في كتب مبطورة الأصول، ومين عارف أصل الحكاية إيه، ودايما نقف عند الحتة دي. لكن الواقع بيقول إن القصص دي شكلتنا إحنا، القصص الإسلامية في الموروث الإسلامي حقيقية أو لأ شكلتنا سلبا أو إيجابا. الفكرة دي وضحت في ذهني النهاردة لما شفت كده بالصدفة فيديو للشيخ عبد الله رشدي. أنا الحقيقة مش بتفرج على حاجاته كتير، لكن بالصدفة كده جه فيديو قدامي عامله كان في يوم المرأة العالمي، أذهلني في كمية المغالطات اللي قدمها بمنتهى الثبات والجراءة وهو بيعمل الفيديو، وضرب ضرب ضرب، يعني عمال يقول بسرعة 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 ويقول حاجات مقتضبة ومقصوصة من هنا وحتى مقصوصة من هنا. أما يعني لولا إني درس الكلام ده وقدمناه في حلقات سابقة 50 مرة يعني كان زماني صدقته بصراحة. فالشيخ عبد الله كان بيقوم كده بدور الجدة اللي بتحكي الحكاوي وتعيد الروايات عشان تحط في أذهان الناس أفكار مغلوطة مزورة. طيب عنوان حلقة النهاردة أنا أخدته من الفيديو بتاع الشيخ عبد الله رشدي، هو كان قاصد يعني يعمل تهنئة للمرأة في اليوم ده، لكن الحقيقة هو ما هناش خالص. هو الفيديو ده عبارة عن اللا تهنئة لناقصات العقل من الشيخ عبد الله رشدي، فهو ده عنوان الحلقة النهاردة. الشيخ عبد الله اعتمد في الفيديو على الحديث وسنة محمد وبعض الأقوال والأمثال المبتورة من هنا وهنا ليقول للمرأة إنها مكرمة في الإسلام. اوعي تصدقي اللي بيقولك غير كده، هو بيقول كده، ها اوعي يضحكوا عليكي. عشان ايه؟ هو ما بيقولش الكلمة دي، بس يعني هو لما بيقولها اوعي يضحكوا عليكي مثلا عايز يقول لها يا هبلة، عشان انت هبلة يعني يضحك يضحك عليكي بسرعة. وهو بيكلم المرأة في اليوم اللي خصص لإنجازات المرأة في العالم، لتشجيع المرأة على إنها تتقدم إلى الأمام في كل إنجازاتها مثلا، وتكون لها دور في مجتمعها. فهو بقى إيه مش همه يكلم المرأة هنا، بدل ما كان الفيديو ده مخصص للمرأة أصبح هذا الفيديو مدافعا دفاعا مستميتا عن الإسلام، ليس محتفلا بإنجازات المرأة نساء هذا العصر ولا أي عصر تاني. هو كان بيدافع دفاع مستميت عن مركز المرأة في الإسلام والكذبة الكبيرة اللي الناس عايزة تضحك عليها عشان هي عيني عقلها فاضي ومش هتعرف
تفهم من نفسها إذا كان الكلام اللي بيتقال لها وبيتقال عنها إهانة ولا لا. أنا قسمت لكم الفيديو ده لأجزاء، وفي كل جزء فيه فكرة عايزين نقف معاها ونبحث يا عالم الكلام ده منطقي ولا مش منطقي، أصوله إيه، أثر عليك إزاي، ولو شفت الحقيقة قول يا رب أنا برفض الكلام ده، مش أنت اللي بتقول الكلام ده عني. أوكي، خلينا نشوف أول فيديو ونشوف هو إزاي يعني عايز يهني المرأة من غير ما يهني المرأة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم العالمي للمرأة كان امبارح، والمفترض كان ينزل الفيديو ده امبارح بس أنا اتشغلت عنه، فبرضه مفيش مانع إن احنا نقوله النهاردة. في اليوم العالمي للمرأة أنا كمسلم لم أرى دينا أو ثقافة على وجه الأرض أكرمت المرأة زي ما الإسلام عمل. المرأة في الإسلام مكرمة من أول الولادة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات. كانوا في الجاهلية زمان بيقتلوا البنات بيستعروا منهم، فالإسلام حرم ذلك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت له ابنة فلم يئدها، يعني ما قتلهاش زي ما أهل الجاهلية بيعملوا، ولم يهنها، ما أنهاش، ما قللش من احترامها، ما كانش بيزعق لها وبيحتقرها، ما عملش أي حاجة تسيء إليها. من كانت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، يعني ما فضلش أولاد الذكور عليها، إلا أدخله الله بها الجنة. المرأة في الإسلام مكرمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا أدخله الله بهن الجنة. قال لك الفيديو كان مفروض ينزل امبارح، لو هو مهتم قوي يعني بشؤون المرأة كده كان قاعد في يوم المرأة ونزل لها الفيديو، لكن ما فيش مانع يعني المرأة الست بترضى بقليلها مش كده. وبعدين بقى يبتدي بقى ايه سلسال الكذب يعني المتدفق. لم ارى دينا او ثقافه على وجه الارض يكلم المراه كالاسلام، وابتدى بقى ايه من اول ولادتها. ليه بقى؟ لانه الكذبه الكبيره في الاسلام اللي بيقعدوا يضحكوا علينا بيها هي فكره وأد البنات. قال لك الإسلام كرم المرأة، وأول تكريمه ليها إنه أعطاها الحياة وبطلوا يوئدوا البنات، والإسلام اللي منع وأد البنات، والكلام ده كله غير حقيقي. وبعد الدراسة والتأكد ويعني التفصيل في هذا الأمر، لأنه إنه أولا ما كانش كل القبائل الموجودة في الوقت ده ما كانوش كلهم بيوئدوا البنات، ولا راحوا فين البنات يعني، ما كانش فضل ستات يتجوزوهم مثلا مش كده، لكن ده كان في بعض الناس في من قريش، واعتقد من تميم اللي عملوا كده لسبب معين. واحد مراته راحت الاسر وما رضيتش ترجع له، فقال مش هتتولد لي بنت لما اقتلها وهكذا. وقبل الإسلام وقبل محمد كان في ناس بتاخد البنات دول تقول لهم أنا هعول البنت، بس ما تعملوش كده. حادثة يعني كانت حوادث مستقلة، ما هياش يعني ولا هو إنجاز إسلامي ولا أي حاجة. في تدليس في كل جملة قالها. هل مجرد إنك تقول عبارة عامة لم أرى دينا مثل غير إلا الإسلام، هل العبارة العامة الجامعة الشاملة دي تبقى أثبتت لعقولنا إن كلامك صحيح؟ يعني إيه؟ اديني علامة للتكريم في انك عايز توهمنا ان الاسلام هو الدين الوحيد اللي كرم المرأة، مع ان لما تبص لواقع المرأة هتلاقي ان المعنفات اكترهم المسلمات، المحبوسات في سجون اوليائهم الى اليوم بيعفروا علشان خاطر تصبح ليهم حرية ان هم يروحوا المستشفى يعملوا العلاج اللي هم عايزينه، او يشتروا العربية اللي هم عايزينها، او تخرج من البيت، حتى تخرج من البيت من غير ما تاخد اذن. ولا صورة التكريم واضحة في الأطفال اللي بيتجوزوا وهم لسه حتى مش عارفين يتكلموا صح، 6 سنين و9 سنين بتبقى مش عارفة تتكلم وبتجوزوها وتحمل كمان. ولا تكريم المرأة يظهر في السبايا وملكت أيمانكم،
اللي يقول الشيخ يعني هي تبقى سبية وتبقى سرية أو سرية، عشان لما تحب تجمعها من غير ما تتسلى بيها ومن غير مراتك ما تعرف في سرية نسميها سرية، أو سرية عشان تسري عنك. ده بيتكلم عن شخص، إنسان، امرأة، شيخ، معلم دين، بيفسر، هو بيفسر مش كده؟ أكذوبة الوأد دي بقى حاجة، يعني يمكن أعمل لكم حلقة خاصة عن الوأد والكلام ده. الإسلام لم يكن هو بداية إيقاف الوأد ولا نهايته، وما كانتش منتشرة زي ما قلتكم عند العرب، وإنه يعني في نقطة يعني أنا مش عارفة هل الشيخ عبد الله والشيوخ ما بينتبهوا لهاش ولا لا. يقول لك إيه؟ إنه الإسلام أعطى المرأة حق الحياة. أنا عايزة أسأل، وأقف كده عندك وأسأل، هل هذه عبارة مقبولة حتى عقليا وفكريا وروحيا؟ هل العبارة دي ما تعتبرش تجديف على الله؟ الإسلام أعطى المرأة حق الحياة، ولا الله هو اللي منحها الحياة وهو اللي ضامن حياتها؟ من المدهش انه يكون راجل متعلم زي الشيخ عبد الله رشدي وجميع الشيوخ اللي بيرددوا العبارات المطلقه دي وهي فيها تجديف على الله معطي الحياه نفسه. خليني اخد مكالمه وبعدين نستكمل الحلقه. اخ زكريا من المغرب، اهلا بيك يا زكريا، اتفضل. اهلا، سلام ونعمه الاخت اماني، وأشكرك على برنامج المرأة المسلمة. هو برنامج أكاديمي يرقى إلى تدريسي في الجامعات العليا كجامعة كتر خيرك. أشكرك على فكرة يا زكريا. أنا سعيدة جدا النهاردة أن أنا عارفة أسمع صوتك وفهمك من غير يعني الخط حلو قوي النهاردة، فاتفضل كمل. الله يحفظك. أريد قبل الخوض في الموضوع المرأة أريد توجيه رسالة للأمازيغ من فضلك، ممكن؟ اتفضل، أنت كل مرة بتعملها بس ماشي، حاضر، اتفضل. الله يحفظك. أظن نربي يسوع المسيح في اللون يقول له إمازيغ مرة، غدونيس مرة، المغرب، تونس، ليبيا، مصر، الجزائر، مصر، يقول له تيميزار إمازيغ. هي إمازيغ هاتي تقان إمازيغ وتقان عرب. هي إمازيغ فغاد زق الدين الإسلام دكشمات غاد الدين المسيح دين سيتن يسوع المسيح. هي إمازيغ فغاد زق الدين وعرب يجو اللوخن ماخد دين أعرب يقاد دين الإرهاب دين الشيطان. هي إمازيغ هان دين المسيح يقادي الحق دين تودرس دين تيفوت دين تيري دين أغارس تودرس. طيب هان يسوع المسيح إن اختشكات تشكان داري أي إمازيغ هان أرتلان اغتلاس مختلان اغتيفوت. أوكي زكريا، يسوع المسيح معلش حق دين تيفوت. أمين. أنا فهمت أنك بتدي رسالة عن المسيح، وأنا بشكرك على الرسالة دي. عندك تعليق أخير على موضوع الحلقة النهاردة؟ أيوة. الإسلام دخل إلى شمال إفريقيا عن طريق السيف، لأن الأمازيغيات كانوا مسيحيات، وأنا أوجه هذا الرسالة إلى أمازيغيات شمال إفريقيا والمغرب وتونس. نعم. وليبيا والجزائر وكذلك جزر الكناري وكذلك تونس. الإسلام ليس دين المسيح ودين الحق المسيحية. احملوا الصليب واطلبوا كتاب الإنجيل بالأمازيغي. يا أمازيغيات شمال إفريقيا، هذه فرصتكم في الحياة في تحرر من ديني العربي دين. أمين.
أمين. أنا بشكرك يا زكريا، أنا سعيدة النهاردة إنه عارفة أسمعك بوضوح، ورسالتك وصلت بالأمازيغي وبالعربي كمان. الرب يباركك ويعمل الرب على يعني لمس قلوب أهلك. أنا شايفة إنك مثقل جدا بالأمازيغ، وخلينا نصلي من أجل بلدك وأهلك. يا رب أنا بشكرك من أجل زكريا ومن أجل قلبه لخدمتك، الكلمات اللي بيقولها رب من قلبه إنه الناس تعرفك أنت الإله الحقيقي، وتكون أنت خلاص ليهم وراحة وشفاء. أنا بصلي اليوم يا رب إنه طلبة قلبه تستجاب أمامك، وتلمس الشعب المغربي والشعب الأمازيغي في كل شمال أفريقيا في اسم يسوع بحضورك. أمين أمين. طيب خلينا نكمل النقطة اللي جاية. خلينا نشوف الفيديو الثاني، الجزء الثاني من الفيديو ده، وهو بيتكلم عن تكريم المرأة بالشكل التقليدي اللي سمعناه قبل كده برضو. تفضل. المرأة في الإسلام مكرمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الصحابي لما كان رايح يجاهد، والجهاد أفضل حاجة احنا عارفين في سبيل الله سبحانه وتعالى، قال له عندك أم؟ قال له آه. قال له الزمها فإن الجنة عند قدمها. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نحسن إلى أمهاتنا، ويفضل الأم اللي هي أنثى على الأب اللي هو ذكر، عشان الناس اللي بتقول الإسلام بيفضل الذكور دائما. فلما جه الراجل سأله قال له يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ مين أفضل حد في الدنيا أعمله معاملة كريمة؟ قال له أمك. الراجل قال له طيب ماشي، بعدين بقى؟ ثم قال له أمك. قال له طب بعدين كمان مرة؟ قال له أمك. ثلاث مرات يقول له أمك أحق الناس بحسن صحابتك. في المرة الرابعة قال له أبوك. لا تعتمدوا على الناس اللي هي بتحاول تشوه صورة الإسلام وتبرز صورة المرأة في الإسلام وكأنها مهانة وكأنها محقرة وكأنها ذليلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما النساء شقائق الرجال، يعني الاثنين زي بعض. من ناحية إيه؟ من ناحية الأجر، من ناحية المعاملة الكريمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب أنا هسيب موضوع الحديث بتاع أمك ثم أمك، وإلزم أمك وخد بالك من أمك والكلام ده كله، ماشي. الكتاب المقدس بيقول أنه أكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض، لكن يعني التوصية بالأم، النقطة الوحيدة اللي عندي عليها انه يعني اللي وصى بالأم والأم والأم دي خلى الأم تاخد مكان حتى الزوجة في حياة الراجل. ف يعني في تساؤلات في الحتة دي. طب ما يعني أمك 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 أبوك، طب بعدين مين الباقي بقى؟ مراتك بقى وعيالك يروحوا فين؟ مش عارف. أوكي. ملهاش يعني دور هنا. من الحاجات الحلوة في المسلمين إن هم بيكرموا الأم والأب، ودي حاجة كويسة ودي حاجة كتابية. لكن بقى الشيخ عبد الله قال لك ايه؟ الناس اللي بتحاول تشوه صوره الاسلام، واوعوا تسمعوا كلامهم، والنبي كرمك ومش عارف ايه. حتى النبي قال لك ايه؟ ان النساء شقائق الرجال، يعني الاثنين زي بعض بالظبط. من ناحيه ايه؟ وبيفسر لك اهو. من ناحيه ايه؟ يعني الاجر، المعامله الطيبه والكلام ده كله. اوكي. يعني التفريق بين الأم والأب والكلام ده دي حاجة، وتدليسك في موضوع أكسوبة شقائق الرجال دي حاجة تانية. عشان تعرفوا أنه يعني الكلام اللي بيقولوه الشيوخ ده حشو كده وكله كده، لازم كل واحد يدور بنفسه. شوفوا بقى إيه صورة الحديث اللي ذكرت فيه أن النساء شقائق الرجال. حط لي السلايد الاولاني من فضلك. اوكي. انا هقرا لكم الحديث، يعني هقرا لكم الحديث بحذر، لانه الحقيقه كلامه قبيح. بيقول سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الكذا ولا يذكر انه كان بيحلم وهو نايم، فسألوه قال يغتسل، لازم يغتسل لو ده حصل.
وعن الرجل يرى أنه قد حلم بالطريقة اللي بتتقال دي ولا يجد الكذا، فقال لا غسل عليه. فقامت أم سليم المرأة اللي كانت موجودة في المكان ده وقالت له والمرأة إذا شافت ده عليها غسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. تاني، إنما النساء شقائق الرجال لم تقال في لهن مثل الذي عليهن ولا المعاملة الطيبة ولا الكلام ده كله، إنما النساء شقائق الرجال ده بيشوف حاجة فيقوم يستحمى، ودي بتشوف حاجة فتقوم تستحمى. هو ده الحاجة اللي قال عليها إن النساء شقائق الرجال، التركيب الفسيولوجي بتاعها، مش كده؟ إذن اللي قدمه الشيخ ده، وأنا يعني مندهشة للتدليس اللي عمله في استخدام هذه الكلمة، إنما النساء شقائق الرجال تستخدم في حديث جنسي بحت ويقول لك ده دي علشان هي زيها زي الراجل في المعاملة وفي العمل، واللي يحبه واللي تحبه الكلام ده كله، تدليس واضح وكذب واضح. عشان عارف ايه بقى؟ انه الناس المسلمين عاملين زي سعيد كده، كان بيقعد يسمع من جدته ويبلع الكلام وهو مصدقها. هيدور وراها ليه؟ ما دي جدته وده أبوه والصور والحاجات والكلام والعيلة اللي بتقوله كده، وهو أساسا مش عارف أنه مخطوف، مش كده؟ المسلم بقى مش عارف أنه مخه مخطوف، والشيوخ بتقدم له يعني هذه الخرافات. خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. عندنا سورة كاملة في القرآن الكريم اسمها سورة النساء، ما عندنا السورة اسمها سورة الذكر أو سورة الرجل، ده مش موجود. كل النصوص القرآنية والنبوية التي تتبعها تجد فيها إجلالا وتعظيما للمرأة، بحيث لا يمكن أبدا لإنسان أو لبشر أن يزعم أو أن يقول أن الإسلام احتقر المرأة أو أهان المرأة. إحنا عندنا المقولة المعروفة لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. كل دي نصوص دينية وقرآنية معروفة ومذكورة ومحفوظة. قال لك سورة النساء ما فيش سورة الذكر، ما هو كمان في سورة الفيل والبقرة والمنافقون والنمل يعني في والجن، يعني هل ده تمييز للست؟ لا، من يعني الحاجات المعروفة مثلا زي ما الناس يقول لك ايه ده احنا عندنا سورة مريم، ما هو انت عندك سورة مريم ولكنك تهين فيها السيدة العذراء، مش كده؟ ولكن ايضا سورة النساء ليست تكريم بل هي إجرام في حق المرأة، منها خرج الهجر من الهجار والربط والاغتصاب والقوامة والضرب وكل وسائل الإهانة للمرأة. ثم يعني في كمان أكذوبة إنه كل النصوص القرآنية والنبوية تجد فيها إجلال وتعظيم للمرأة، ويقول لك بقى إيه لا يكرمهن إلا كريم. كي. النصوص اللي بيقول لك دي نصوص معروفة ومحفوظة، يعني احنا عارفين نشوف الحديث واللي النبي قاله ومش عارفين. انا بس همسك لا يكرمهن الا كريم دي واشوف جت فين. انا قعدت ادور دي جت فين، انه الحديث اللي موجود فيها. نشوف اول سلايد الحديث اللي موجود فيه لا يكرمهن الا كريم. اوكي، بيقول خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا رئيم. وبتلاقي بقى إنه تصحيح الحديث ده خلاصة الحكم إنه حديث، خلاصة حكم المحدث موضوع، يعني أساسا ده مرفوض. أوكي، ده الحديث الوحيد اللي أنا شفت فيه لا يكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا رئيم. أقول لكم مرة تانية يا جماعة، الحديث ده الوحيد اللي موجود فيه الكلمتين دول. نشوف بقى السلايد اللي بعد كده.
العامل المشترك هنا كلمة خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هنا الحديث ده حصل لما راحوا الناس يستأذنوه، قالوا له الستات قويت علينا قوي هنا في المدينة ممكن نضربهم، فقال لهم ماشي اضربوهم، لما منع الضرب وبعدين رجع أباح الضرب تاني. فإن بيقول كده إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في ضرب النساء فسمع من الليل صوتا عليا فقال إني لأسمع صوتا، فقالوا يا رسول الله أذنت في ضرب النساء؟ فقال رسول الله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أنا الوحيدة اللي ما بضربش وأنا أحسن منكم كلكم، مش كده؟ ماشي أنا همشيها دي همشيها. شوف بقى التالتة، العامل المشترك خيركم خيركم لأهلي من بعدي من بعدي. أنا شايفة أنه غرض الحديث ده خيركم خيركم لأهلي من بعدي، اللي ياخد باله من أهلي من بعدي، مش كده؟ يمكن تقولي أن الأحاديث دي كلها يعني مش مرتبطة ببعضها، أنت حر، لكن أنا شايفة أنها مرتبطة. أنا شايفة أنه عارف لعبة التليفون تبتدي بحاجة وتنتهي بحاجة تانية خالص. أدي واحد أدي واحد أهو طلع فيه الحتة بتاعت لا يكرمه إلا كريم، ما أكرم النساء إلا كريم، لكن بعد كده توصل إلى خيركم خيركم لأهلي من بعدي، في حاجة خاصة بيه، خدوا بالكم من عيالي بعد ما امشي اوكي. هل الشيخ عبد الله رشدي ما كانش عارف انه الاختلافات دي كلها موجوده؟ لا عارف، بس هو بينقي الحاجه اللي تعجبه ويدي كل حته منها اللي ايه هتمشي مع اللي هو بيقوله في الوقت اللي هو بيقوله. في وعظه ثانيه وفي مكان اخر يديكوا قصه ثانيه. ما ينفعش نبقى مش منتبهين للامور دي، يعني كبرنا، يعني سعيد لما يكبر ويبتدي يشوف ان في اختلافات هيبتدي يسأل. فاحنا بقى يا اهلي المسلمين ابتدوا اسألوا بقى، ابتدوا دوروا، ابتدوا راجعوا ورا الشيوخ اللي بتتكلم. عارفين هقف بس في النص كده اقول لكم، الشيخ ذاكر نايك اللي يعني كان عامل نفسه انه بيجيب الناس للاسلام وانه حافظ الانجيل بالنصوص ويقعد يقول ان جون شابتر ويفضل يقول بسرعه بسرعه الايه والنص والايه والنص والرقم والكلام ده كله. اوكي، معظم الحشو اللي هو بيقوله في النص مش صح طبعا، بس ما حدش هو مين اللي هيقعد يحسب وراه ده، انت عايز يعني تمشي بالتصوير البطيء عشان تعرف تلاقي كل الكلام اللي بيقوله غلط والنصوص اللي بيقولها غلط. لكن في الاخر الشيخ ده طلع انه مختلس واتسجن علشان خاطر هو اساسا يعني غير مهتم بالدين خالص ولكن عنده اهداف تانية. فاحنا لازم نبحث وندرس ونشوف الكلام اللي بيتقدم لنا ده حقيقة ولا لا. اوكي، خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده. لا تستمعوا ابدا لاي حد يقول لك لا الاسلام اهانك، انت في الاسلام ناقصه، لا انت في الاسلام لست ناقصه. نقص العقل في الاسلام، او عفوا الحديث اللي هو بيقول النساء ناقصات عقل ودين، مش معناها ان المراه كائن محتقر ولا كائن مهين ولا كائن ذليل، لا، معناها غلبه عاطفه المراه على عقلها في اتخاذ القرارات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ميزها عني بان ليها الحضانه وليها الحمل وليها البر ثلاث اضعاف بري انا كاب الام، مطلوب من اولادها ان هم يبروها ثلاث أضعاف ما يبروني أنا. فلو بنفس المنطق كده هنيجي نقول طب ما هو الإسلام ميز المرأة واحتقر الرجل، دي كلها دعاوى صدقوني فارغة غير صحيحة. يكفي زي ما قلت لكم إن ربنا أمر أولادها إن هم يوجهوا البر ثلاث أضعاف ليها والضعف الرابع أو الجزء الرابع للأب.
كل دي نصوص لما نتدبرها نعرف ان الناس اللي بتقول الكلام ده كله ناس مغرضه. يبقى احنا عرفنا ان معنى نقص العقل النساء ناقصات عقل ودين مش معناها ان هي مجنونه، والله ما معناها كده، ولا درسنا ده ولا ده موجود في كتب الشرع عندنا، انما معناها ان المراه بعاطفتها أكثر حنانا وأكثر شفقة من الرجل الذي يحكمه عقله. لذلك الرجل بيكون قاسي شويتين غير المرأة. أنت ممكن تلاقي الرجل فينا وده شيء معروف، تلاقي الرجل فينا عنده قسوة، عنده جفاء، عنده جمود، ده مش موجود عند المرأة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى خلى المرأة هي التي تخفف عن الرجل أحماله وأعباءه. الرجل يطوف طول اليوم ويسعى ويشقى ويتعب، يجي في النهار في البيت آخر اليوم يلاقي المرأة هي التي تزيل عنه كل الآلام والهموم دي كلها. فدي ميزة ربنا سبحانه وتعالى إداها للمرأة، مش عيب ولا إذلال ولا تحقير. شيخ بيقول لها يعني لا أنت في الإسلام مش ناقصة، فما اوعي تصدقي الكلام ده. عفوا، وبعدين يقول لها عفوا، نقص العقل في الإسلام هو كذا، هو زيادة العاطفة. بتقول عفوا ليه حضرتك؟ يعني حضرتك ليه بتقول لها عفوا وانت بتتكلم؟ عشان جبت النقص جنب عقل المرأة، ففاهم انت كده انت عندك ذوق اكتر من نبيك، عشان عارف ان عيب تقول كده لامك وبنتك ومراتك، عيب تقول كده لواحدة ست محترمة مدرستك اللي ربتك اللي علمتك اللي أدبتك، عيب تقول كده المربية اللي ربتك في البيت، حتى انك تقول لها انت ما عندكيش عقل، انت مخك فاضي، انت ناقصة عقل، لان عندك عاطفة اكتر من العقل، انت عندك ذوق اكتر من النبي اللي قال الكلام ده وهو بينظر الى يعني مجتمع النساء اللي هو المفروض بيقوده، يعني مش كده؟ انت عارف انك عيب تقول كده. وبعدين بتقول انه ميزها بالحمل والحضانة، ده طبعا انت مش انت اللي بتقول كده، ده الموروث الاسلامي، التعليم الاسلامي اللي بيقول لنا كده ان المرأة ناقصة عقل ودين وكل ده. يعني انا عايزة اسأل سؤال، ينظر للمرأة على انها كائن مفرغ، يعني اجوف، هي شغلتها الحمل والحضانة والولادة ورعاية الراجل ويجي تطبطب عليه والكلام ده كله. اوكي، شفتوا البوست اللي على الفيسبوك حاطين كده عقله مكتوب فارغ، علشان ده المخ اللي مكتوب كده عليه ده مخ الستات من منظور الإسلام، فاضي ما فيهوش حاجة غير انه الزينة والأكل والشرب والكلام ده كله، لكن مش دي الحقيقة. انت بتقول انه ميزها بالحمل والحضانة، لا، الحمل والحضانة مش ميزة، لكن الأمومة وطاقات المرأة في الرعاية والحكمة والتمييز والقوة اللي منحلها الله هي دي اللي ميزة. بيقول عنها الكتاب المقدس امرأة فاضلة تطلب صوف وكتان وتشتغل بيدين راضيتين، هي كسفن التاجر تأتي بطعامها من بعيد، تقوم إذا الليل بعد لتعد الطعام واحتياجات أهل بيتها، تتأمل حقلا فتأخذه، ترعى أولادها بحكمة ويفتخر بها زوجها. الشيخ بيحاول تجميل معضلة نقص العقل في الإسلام، بيقول لها كده نقص العقل مش معناها أنك مجنونة، والله لا، والله ما معناها كده. يعني لما حضرتك تحلف هنصدقك ولا نصدق محمد اللي قال لها انت عقلك ناقص؟ مش كده؟ يعني والا عارف المسلم لما يزني يروح حالف ليه؟ لانه مش لاقي حاجه تانية يقولها. لم تعد تجد ما تجمل به هذه الصوره المهينه للمراه غير الحلفان والتحذير من خداع المغرضين. يقول لها الراجل بيحكم عقله بس المرأة لا، المرأة هي اللي تخفف عنه أعباءه لما يجي تعبان آخر النهار. يعني هذه الصورة من تحجيم المرأة في إطار التسلية والتسرية عن الرجل. يعني
مش بس كده، ده تحجيم العلاقة الزوجية بين الراجل والمرأة على إنه أنا أنت دورك تخدميني، أنت دورك تريحيني، أنت دورك توصليني إلى المكان اللي أنا أبقى فيه يعني مبسوط ومزاجي رايق. وده الواقع بتاعنا على فكرة. يعني اللي بيقول لك إيه، الرجل عنده قسوة وجفاء وجمود، ده على فكرة عند العرب بس. هذه القسوة والجفاء والجمود هو الصورة المغلوطة عن رجولة الرجل، زي الشيخ اللي قاعد يعلم الناس على التلفزيون كده، وهتلاقوه على صفحتنا على الفيسبوك، روح شوف كده الشيخ وهو بيقول للناس ازاي تضرب مراتك، وحطت الولد قدامه يقول الست لازم تحس انك راجل، ويخبطها هنا ويخبطها هنا ويحكي له كده انه يعني انت وتمسكها وتهزها كده فتحس انك راجل فتشعر بأنوثتها. هذا الفكر المشوه ده يعني مش لاقيه تعبير اكتر من انه فكر مشوه يعني عن نفسه وعن الست. مش هي دي الرجوله يا استاذ، ولا الرجولة انك تبقى عبوس وتشخط ويقول لها ليه خرجتي من غير اذني، يعني ارجوك اتفرجوا على الفيديو على الفيسبوك. هي دي صورة الراجل؟ لا على فكرة، الراجل اللي بيبقى نفسيته مش مظبوطة هو بس اللي بيعمل كده، لكن الراجل اللي عارف نفسه انه شخصية ثابتة وعنده علاقة كويسة ببيته وأولاده والله ما بيتصرفش كده أبدا، بالعكس بيحتويها ويحبها ويقدمها على نفسه. الكتاب قال كده، إنك تقدمها على نفسك زي ما المسيح أحب الكنيسة حتى الموت، أنت كمان تحب مراتك حتى الموت، يعني تبذل نفسك عنها. العلاقة الزوجية في المسيحية علاقة بذل، هي دي العلاقة السامية بين الراجل والمرأة اللي بينهم علاقة حقيقية وفهم حقيقي لدور كل واحد منهم. قارن اللي انت بتتكلم عنه بالمرأة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس، تقدر تشتغل وتربي وتعلم وتعمل بيزنس وترجع كمان تبقى مفخرة لزوجها في أبواب المدينة. خلينا نشوف الفيديو الأخير. الحتة الثانية عايزين نقول يا جماعة إن توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة في الحياة هو توزيع اختصاص وليس انتقاص واحتقار. يعني مثلا ما ينفعش نعمل الجيش كله من الستات، ليه؟ لأن المرأة مش مؤهلة إن هي تكون قائمة بالعملية دي. ما ينفعش نجيب الأب ونخليه هو حاضن الأطفال ونديله الحضانة بدل الأم، لأن الأب مش مؤهل إن هو يقوم بالدور ده. هل معنى كده إن الرجل عنده خلل أو إن الرجل محقر أو مذلل لما الشرع إدى الحضانة للمرأة؟ لا طبعا، إنما هو توزيع أدوار. هل معنى ذلك إن المرأة محقرة أو مذللة لما ربنا سبحانه وتعالى أو الشرع إدى أدوار القيادة العليا في البلاد اللي هي الرئاسة أو الإمامة العظمى أو إمامة الصلاة أو الجيش للرجال؟ لا طبعا، إنما هو توزيع أدوار. فخلي بالكم، في ناس بتتعمد إنها تعزف على هذه الأوتار المهترئة علشان تستغل عاطفة والجمال والمشاعر الطيبة اللي عند المرأة، وتحاول إنها تعبث وتلعب على هذه المشاعر عشان تحقق أهداف ومكاسب معينة ليس لله فيها نصيب. فانتبهوا، خلي بالكم، او حد يقول لك انت مهينه في الاسلام، او حد يقول لك انت محقره، انت الدين الوحيد اللي على وجه الارض اللي خلى فيه اجر وخلى دخول الجنه لمجرد ان انا اربي اولادي البنات هو دين الاسلام. وليه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث ثلاث بنات او ثلاث اخوات؟ لان غالبا الواحد بيجرب يخلف، فتيجي بنت فيجرب تاني، تيجي بنت يجرب ثالث، فتيجي بنت فيوقف خلف على كده. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له الثلاث بنات اللي انت فاكرهم عبء عليك دول، او اللي انت مستكترهم عليك، اعرف ان دول هم الحجاب بتاعك من النار يوم القيامة. دي مكانتك في الاسلام، انت في الاسلام حجاب للرجل من النار يوم القيامة. اوعى تسمعي اي كلام يقول لك غير كده. وكل سنة وكلكم طيب. افتكر يقول كل سنة وانتم طيبين في الاخر. ماشي، خليني اخد مكالمة الاخ جرجس من امريكا. اهلا اخ جرجس، تفضل. الو اخ جرجس،
يا أخت أماني ويمجد اسم القدوس من خلالك. الرب يباركك، أهلا بيك يا أخ جرجس، اتفضل تعالي. أنا عايز أقول إن في الإسلام الأماني المرأة مظلومة في الدنيا وفي الآخرة. مظبوط. يعني عبد الله رشدي ده إنسان موتور معروف ومتعصب وبيكره الدنيا كلها، حتى بيكره نفسه، يعني إنسان بيكره كل حاجة يعني، وليه أحاديث يكفر فيها كل البشر يعني. وضده اسلام بحيري وضده يوسف زيدان وناس كتير. لا هو شيخ بشكل تقليدي يعني. هو لابس لبس مودرن لكنه شيخ بشكل تقليدي يعني، لا يختلف عن باقي الشيوخ. يعني انسان مش مصدر. انا بس نعم. عايز اسال سؤال يعني، فرد. هل ممكن نعتبر ان انجيلا ميركل وتريزا ماي ومارجريت تاتشر نقصات عقل؟ هل ممكن اعتبر ان الام تريز وماما ماجي والقديسات الموجودين اللي بيعملوا إحسان في البشر كل النقصات دي، مين قال الكلام ده؟ yeah. ومين هو عمال يقول لك انت ليكي فضل عشان انك انت في الحبل؟ ولا اذا كان بتعتبروا ان المرأة في البتاع تبقى نكسة، يبقى ازاي الإسلام بيعتبر ان دي نجاسة؟ yeah. يعني بيعتبر الحيض والحمل نجاسة. yeah. وبعدين بيقول لك رسول الإسلام الحنين على المرأة، مين قال كده؟ لما سودة دي مراته كبرت شوية طلعها. الست مش لاقي حتة تروح فيها، انتوا خلاص خليني ولادة تحديها العيشة. يعني موضوع كله جنس الطفل، كلام تهريج اللي بيقولوه، ومش يعني مش صح يعني، ومش صحيح يعني. هم بس بيحاولوا يجملوا الصورة بكل ده يعني. يعني ايه اضربوهن واهجروهن بالمهاجع؟ يعني ايه الاخر حتى تبقى 72 حريه وكل حريه عندها 72 مثال صعبة، وهي تبقى واحده من ضمنهم يعني ما تطولش يعني ايه؟ يعني هو في النهايه اخ جرجس، يعني احنا بقالنا سنين بنقول الكلام ده، والمراه نفسها عارفه والرجاله كمان عارفين الكلام ده، لكن قبولي لهذا الكلام على انه واقع وانه ممكن الله القدوس يقوله والله الحقيقي يقوله، دي مشكله كبيره. وهو ده اللي احنا لازم نصلي من اجله، ان الله يفتح عيون اهلنا، وانه حتى الشيخ عبد الله رشدي، انا لا ادينه كانسان ابدا، ولكن انا الحقيقه مشفقه عليه جدا، وبصلي من اجله صدقني، ما بعمل الحلقه بصلي من اجله ان الله يفتح عينيه ويتعامل معاه. انا بشكرك يا اخي جرجس، بشكرك على تعديدك ومشاهدتك، والرب يباركك. اشكرك يا بنتي، اشكرك، شكرا جزيلا، كتر خير، ربنا يقويكي. هم بس بيحاولوا يجملوا الإسلام بأي طريقة. نعم. ولكن مفيش فايدة. yeah. مفيش فايدة. خلي الستات تفوق. أمين. تفوق. ابتدوا ربنا ابتدوا موجود. أمين. ويخليهم يفوقوا. yes. طيب خليني شكرا يا اخي جرجس. طيب خليني ارجع لتعليق بسيط كده عن بعض الحاجات اللي قالها. قال لك يعني النساء والأدوار بين الرجل والمرأة، ده يعني اختصاص وليس انتقاص. الاختصاص وليس الانتقاص ده الإسلام يحدده بشيء، وبقية العالم يحدده بشيء آخر خالص. يعني تلاقي في الدول الغربية وحتى في الكتاب المقدس، يعني التعاون بين الزوج والزوجة، المساندة بين الزوج والزوجة، الخدمة والعمل بين الزوج والزوجة، تربية الأولاد بين الزوج والزوجة، هناك يعني فرق كبير بين الشكل ده في الكتاب المقدس وشكل ده في الإسلام. التحديد اللي هو حطه ده اتحدد ليه؟ المرأة تحددت بيه ليه؟ لأنه هناك نصوص من الحديث ومن القرآن تحدد مكانها. قال لها في الحديث، قال لها أنت ناقصة، وهنا قال لها أنت تحت الرجل هنا في القوامة، وحتة تانية قال لهم أنت الستات ما تقدرش تقود، مش ممكن الست تبقى قيمة على راجل ولا تقود راجل، لا في شغل ولا في بلد ولا مش كده، وقال لك الستات ضعاف والكلام ده كله. فهو بيقول لك إيه، النساء مش ممكن يعني الجيش يبقى كله ستات، لأنه يعني ما يقدروش، ده عندكم أنتوا بس. لكن إيه رأيك بقى في جيش البشماركة اللي أنا بقولها، معلش يمكن بقولها غلط، لكن الجيش من النساء
ودورهم العظيم في تحرير أهاليهم وبلادهم والقيادة في البلاد واللي قاموا به أمام هجمات داعش المتوحشة. شابات صغيرين زي القمر وقفوا ومسكوا السلاح وحاربوا وحرروا أراضيهم. عندكم انتوا بس الستات، في جيش كامل ستات ليهم دور رائع هيتكتب عنهم روايات وروايات إلى يعني أجيال قادمة هتتكلم عن دور الستات دول مع داعش وإزاي حرروا بلادهم. وليه ما تحكمش المرأة العربية؟ ليه؟ ليه المرأة العربية لا يمكن تحكم؟ لأنه كبرياء الراجل اللي معدد بالقرآن بيقول لها كده، مش كده؟ ليه الست العربية اتبرمج مخها اللي اتحكى لها صدقته، زي سعيد كده صدق اللي اتحكى له فمشي بيه وعمل بيه. احنا كمان اتقال لنا كده، احنا ما نقدرش نمسك حكم، احنا ما نقدرش نفكر بشكل منطقي، احنا ما نقدرش نقوم بده، ما نقدرش نقوم بده. كل دي حكايات اتحكت لنا شكلت ذهننا. لكن الحاكي اللي بيقص ده هو الخاطف. الخاطف ما يعرفش اصل امكانيات المخطوف لانه ما يعرفوش، مش كده؟ السارق اللي سرق عايز يسرق حياتك الأبدية من الله هو الشيطان. اللي عايز يخطف أبديتك هو ما يعرفش أنت ربنا خلقك إزاي، لكن إلهك الحقيقي يعرف إمكانياتك ويعرف إمكانياتك أنت كامرأة، وبيقولك أنت تقدري تقودي أي مكان أنا أحطك فيه، لأن أنا أديتك كل إمكانيات للمكان اللي بحطك فيه. يعني النهاردة وأنا بدور كده على بعض النساء اللي قادوا يعني جيوش، تلاقي في فنلندا، في اليابان، في هولندا، وزيرة الدفاع كانت امرأة. اعمل بس جوجل كده وشوف كام وزير الدفاع في دول العالم الغربي كله. لكن احنا مخنا متركب كده لانه احنا تربينا على كده. اوكي، ده اللي اسمه غسيل مخ. وبعدين يقول لك ايه، انه ثلاث بنات يدخلوك الجنه، انت الحجاب من النار يوم القيامه. طب وهو يعني سؤالي، هل كونك حجاب من النار لابوكي هيدخلك الجنة؟ مش واضح الحكاية دي. انت مستخدمة هنا. ليه بنلاقي ان المرأة في الاسلام عامل موصل لكل حاجة، عامل موصل الراجل لأهدافه؟ ليه؟ لماذا لا ترى المرأة بإمكانياتها وما يمكن ان تحقق من مستقبل لنفسها ولأسرتها ومجتمعها؟ لأن الخاطف يرى خطورة ده، فيجد أنه لازم يحد من نطاق أنك تعرف الحقيقة اللي ربنا خلقك عليها، فيصر أن تعيش المرأة معزولة ومفصولة عن كل شيء. عايزاكم بس تحطوا لي السلايد اللي جاي ده، أوريكم الحديث اللي بيتكلم عن فكرة الثلاث بنات دول. بيقول كده، جاءتني امرأة، دي بقى ايه حديث عن عائشة، وانا هكمل لكم في الحلقة القادمة او في حلقات قادمة بقية الفكرة دي. فبتقول كده عائشة، بتقول انه جات لها واحدة ست جعانة ومعها بنتين، وادت لها تمرة وقسمت التمرة بين البنتين وما كلتش، فرجع محمد فقالت له، وبعدين يعني الست عملت كده، فقال لها من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. محمد قال لفظ الشيوخ مش بيعرفوا يقولوا، من ابتولي، من ابتولي، النساء والبنات بلوى في من المنظور الإسلامي. هنتكلم في الموضوع ده بعدين لإني عايزاكم تشوفوا تفاصيل فيه أكتر. لكن النهاردة عايزة أقول حاجة، مشكلتنا مع الموروث الإسلامي لا تنتهي، مشاكلنا كلها مش هتنتهي، ومحاولات الشيوخ والتنويريين
والعامة للإصلاح والتجميل وإيجاد بعض المنطق، كل واحد على طريقته وكل واحد لأهدافه الخاصة من الناس اللي أنا ذكرتهم دول، دي كلها محاولات فاشلة لأن الأصل فاسد، ولا يمكن أن ينتج عن ذلك إلا ضياع وهلاك أبدي. الشيخ عبد الله ربنا يباركه وأنا بصلي من أجله في اسم يسوع يرى الحق، في اسم يسوع يعني الله يتدخل في حياته. أنا بشعر أنه بيحاول يعني بأمانة أنه يجد مخارج، لكن كل ما يحاول يجد مخرج يقع في مأزق أكبر أكبر، لأنه بيقتطع من الحاجات اللي يعني يمكن يبقى شكلها صح أو أحلى. المشكلة الحقيقية أن أنا وإنتي زي سعيد كده، خطفنا الشيطان من أبونا الحقيقي، وفي موروثات كتيرة ممكن تقف بيننا وبين الله، إلا إذا أنا وإنتي اخترنا أننا نبحث عن أصولنا، عن الحق، عن الله، ونعرف مين أبونا، ونقول له أنا عايز أعرف كده مين أبويا، مين أبويا الحقيقي. أبوك الحقيقي هو أبوك السماوي اللي بيقول كده عن نفسه أنه الراعي الصالح اللي بدل نفسه عن الخراف. الراعي الصالح ده يقعد يرعى خرافه كده، ولما خروف واحد صغير يسيب القطيع ويمشي يروح محجز على القطيع بتاعه ويأمنه علشان ما يجيش حد يسرقه، ويمشي وراء الخروف الضال ده لحد ما يلاقيه، يدور عليه زي ما يدور زي ما بيدور عليك وعليا، وينادي بصوته اللي لازم هنعرفه، لانه الكتاب بيقول كده، الله نفسه بيقول كده، انه خرافي تسمع صوتي. احنا عارفين صوت الله لانه بيوجه ليك الكلام بصوره شخصيه، وبيوجه لي الكلام بصوره شخصيه، فهتعرفي صوته. والنهارده هو بيقول لك ده صوتي اسمعيني، دوري وابحثي عني، اعرفي الحقيقه، اعرفي انا خلقتك ليه، واعرفي محبتي ليا، واعرفي قداستي في حياتك وقداستي الخاصه اللي انت لازم تكوني جزء منها. هو بيقول زي ما قلت لك كده، خرافي تسمع صوتي، تعرف صوتي فتتبعني. النهارده الرب بيقول لك يا ابنه اتبعيني، ويا ابني اديني قلبك. السارق الخاطف لا يأتي إلا ليسرق ويذبح، دي الكتاب بيقول كده، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا، الرب يسوع بيقول كده، أما أنا فجئت لتكون لكم حياة ويكون لكم أفضل، واليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. قولي له كده، يا رب أنا بصلي إني أسمع صوتك وأتبعك، فتغيرني وتغير قلبي وحياتي ومفهومي لخلقتك اللي أنت وضعتها فيه، في اسم يسوع أصلي، أمين. أنا بشكركم أحبائي على يعني حسن استماعكم ومشاهدتكم لحلقة النهاردة. أصلي أن حلقة النهاردة تكون يعني فتح باب كده، نفكر في فكري في نفسك وفكر في نفسك، وفكر في خليقة الله ليك، وهو عايزك تعيش ازاي، وأهدافه ليك ايه. ستجد أمرا عجيبا. الرب يبارككم.